خلينا نشوف تقرير طبعا عن ضيفنا الكابتن وائل عزت، وارجع لحضراتكم تاني. وائل عزت أسطورة أهلاوية في ملاعب كرة الماء المصرية. بدأ حياته ممارسا لرياضة السباحة في عمر الرابعة قبل أن ينتقل لخوض تحدي جديد في عالم كرة الماء وهو في 11 من عمره، وظل يلعب للنادي الأهلي حتى وصل عمره 35 عاما وتحديدا عام 2004. وائل عزت اسم له بريق داخل جدران القلعة الحمراء، سواء كلاعب أو إداري أو رئيس لقطاع ألعاب الماء. حصد مع النادي الأهلي العديد والعديد من البطولات والألقاب، فنجح رفقة المارد الأحمر في الهيمنة على بطولة الدوري في 8 سنوات من أصل 9، وتحديداً من بطولة الدوري عام 1995 وحتى 2003، وحصل مع الشياطين الحمر على 7 بطولات عربية، ونجح في نسخة عام 2003 في التتويج بجائزة أفضل حارس مرمى، كما شارك مع منتخبنا الوطني في 5 دورات لبطولة البحر المتوسط. وعقب اعتزاله تقلد وائل عزت منصب المدير الإداري لفرق كرة الماء بالنادي من 2004 وحتى 2006 قبل أن يرحل للعمل في الأمم المتحدة في الفترة من 2007 وحتى 2013، وذلك بترشيح من وزارة الداخلية، قبل أن يعود مرة أخرى للعمل داخل جدران القلعة الحمراء عام 2014، متقلداً منصب رئيس جهاز كرة الماء والغطس والباليه، قبل أن تنضم ألعاب الماء كلها تحت إشراف قيادة واحدة منذ عام 2016. ويأمل عزت في تحقيق أحد نسور الأهلي الصاعدة ميدالية عالمية أو أولمبية، ليسطر التاريخ من جديد في سجلات السباحة المصرية والأهلاوية.